صباح الخير، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم كابتن محمد خالد، النهارده من برنامج يوم سعيد. هنبدا باذن الله تمرينه فول بودي، لو امهاتنا تقدر تتمرنها في البيت من غير تونز خالص. يلا بينا نبدا الورم اب سوا. هنبدا نعمل حركات دائريه واحده واحده لكتفنا، بعد كده نبدا نحرك الكتف بطريقه جانبيه كده فرونت، كان ننزل على اللور بودي. سويتش. كان نبدا نحرك رجلينا بس بشكل فردي، فرونت فليكشن واكستنشن. سويتش رجلي الثانيه. نبدأ نحرك كتفنا تاني. بعد كده نبدأ التمرين سوا. أول حاجة هبدأ أشتغل سكوات على البوكس. هقعد، ممكن أستبدل البوكس ده بأي كرسي متوفر في البيت. أفرد ظهري وأبص قدامي وأطلع. واحد، أنزل بالراحة. اتنين، أنزل بالراحة. تلاتة، وهكذا. هلعب منها مجموعتين في 10 عدات. تاني حاجة هبدأ أجيب مات أنزل على الأرض كده بكل هدوء، ركبتي على الأرض، تشيست فوق، أنزل بالراحة واطلع بالراحة. واحد، اثنين، واحد، اثنين. ده تاني تمرين معانا، وبرضه نقدر نلعب منه مجموعتين في 10 عدات، وبرضه هتختلف من مستوى لمستوى. تاني تمرين معانا هيكون الكرانشز. رابع تمرين معانا هيكون الهيب تراست. هلعبه بصوره جانبيه عشان تتاكد ان اللور باك بتاعك يكون مفروض وانا شغال. ايدي ثابته على الارض، بزق الهيب بتاعي لفوق. 1، انزل بالراحه. 2، انزل بالراحه. 3، برضه نفس الكلام، هقدر اشتغل منه مجموعتين كل مجموعه 10 عدات. نخش على التمرين اللي بعده. هنزل اسبك كده، اطلع النفس وهثبت فيه البلانك. بعد ما اتاكدت ان انا اتمرنت كده بشكل سليم كل هدوء، اخر تمرين البلانك هقدر اشتغل منه من 10 ثواني 15 ثانيه. هبدا بالليمت اللي انا اقدر عليه. بعد ما خلصنا كده التمرين، كل تمرين هنقدر نشتغل منه مجموعتين في 10 عدات. بعد كده نبدا باذن الله نعمل الكول داون او الاستاتيك ستريتش. اول حاجه هنقع على ظهري، امسك السنجل ليج، شدها عليا تاكل ورا، انزل بالراحه واعمل سويتش الرجل الثانيه. انزل بالراحة رجلي الاثنين. نخش على الاسترتش اللي بعده، افرد رجلي وانزل كده. وكل استرتش من الاستاتيك استرتش اللي بنعملهم نبدا نثبت فيهم من 30 ثانية ل 45 ثانية. سويتش. الستريتش اللي بعده هنزل كده، افرد ظهري، بطني فوق. وبكده نكون خلصنا الستاتيك ستريتش. يا رب اكون ساعدتكم من برنامج يوم سعيد. كان معاكم كابتن محمد خالد.